أنا المخضرم الذي أعطى لثلاثة عقود، والوجه الذي اقترن اسمه بالدراما السعودية. هذول ما عندهم لعب. أنا سيد الشاشة الذي ما فتئ يعرض نتاجه، وأنا المبدع الذي لاقى الأمرين في سبيل حلمه. اللي يخاف غير يا أبوي. كابو. أنت ما تعرفني، أنت والله ما تعرفني، هذا هو اللي ما تعرفني، ما تعرف من أنا. أنا من عالج الأفكار والأحداث والظواهر بكل شجاعة. هذا لازم نوقف عند حد هذا. وأنا الشجاع الذي حمل لواء التنوير دون خوف، وإن واجهت في سبيل ذلك سيلاً من الاتهامات. اللي قلته اليوم أنا في المقال ما تقدر تقوله أنت ولا بعد 50 سنة. أنا من أقض مضجع الظلاميين وزرع الابتسامة على وجوه الملايين. وأنا من جاوز صعاب المهنة وتسلق سلم التطوير، ففاق أقرانه وقدم اسمه كفنان عربي لم يعترف بحدود الجغرافيا، تجاوز تأثيره البلدان. أموت من الرعب. وأنا من أتقن كتابة التاريخ فسطر اسمه في صفحاته وكان هو العنوان. أنا ناصر القصبي.